وصلت مواد الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري إلى بعض الأرياف شرق محافظة ريف دمشق بسوريا، وهذه هي الدفعة الثانية من مواد الإغاثة التي تصل إلى تلك المناطق منذ الأسبوع الماضي. تشمل مواد الإغاثة على المواد الغذائية والأدوية، ووصلت إلى الأرياف الثلاثة بمحافظة ريف دمشق التي يصل عدد سكانها إلى 20,000 نسمة. هذه الأيام التي خفت فيها العمليات العسكرية بصورة ملحوظة، ونأمل أن يستمر هذا الشيء من أجل أهلنا في سوريا أولا وأخيرا، وأيضا فيه تسهيل لا شك لإيصال هذه المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها. قال يعقوب إن حجم الإغاثة ما زال غير كافيا، داعيا كافة الجهات إلى إيقاف المواجهات لتسهيل توصيل مواد الإغاثة الإنسانية، وأرسلت الأمم المتحدة 15 دفعة من مواد الإغاثة إلى سوريا منذ بداية العام، والتي غطت نحو 1,700,000 شخص. هذه المساعدات قد تبدو متواضعة بسبب طول الأزمة وبسبب يعني أحوال الناس، ولكن هي قطرة في خضم جزء كبير جدا من الاحتياجات، ولكن أيضا نرجع ونقول أول الغيث قطرة.